معانا اتصال يا جماعة. أم محمد من بني سويف، اتفضلي. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لو سمحتي، انا حلمت ان اخت جوزي متوفيه، حلمت ان انا في سريرين في اوضه النوم، سرير صغير وسرير صغير عايزه تنام عليها هي وجوزها مثلا، او هي وجوزي، مش عارفه. انا الشخص اللي شفته معاها مش متذكره مين، مش عارفه هو مين. بس انا متهيألي كده شبه جوزي. فبقول لها لا، تعالي نام على السرير بتاعي، السرير بتاعي اكبر واوسع، تعالي نام على السرير بتاعي، ما تنامش على السرير ده، السرير الصغير ده مش هياخدكم. انا مش عارفه الحلم ده الصراحه، ومحيرني. طيب هو انت زوجك عايش مش كده؟ ماشي. هو تعبان ولا حاجة؟ يعني شوية. طيب ماشي. هو الحلم مفسر نفسه، يعني تعالي هنا ومش تعالي هنا، الله اعلم والله اعلم. بعد عمر طويل انت هتحتاري، هنوديها هناك، هنوديه هناك، ولا هنوديه يبقى معانا هنا كده. يعني كل واحد في الاخر في دار الاخره ليه بيته يا جماعه. بس يعني دي حاجه طبعا ملهاش دعوه، بس ما تعرفيش هي امتى، عشان برضو ما تحطيش في دماغك حاجة. الحاجة دي ما بيبقى لهاش وقت، انت ممكن تشوفيها قبلها ب5 سنين، ب10 سنين، دي حاجة من عند ربنا سبحانه وتعالى. فانت بتشوفي المكان اللي هنستقر فيه، فانت في الوقت ده ربنا بعت لك رسالة ان انت المكان ده هل هو هيروح هناك ولا هيبقى في حتة تاني. يعني احيانا كتير على فكرة، ووالدتي شافت لنا حاجة زي كده، ان احنا قدام ممكن ما نبقاش مع بعض، اللي هو بيتنا في الاخرة. انا ممكن ما ابقاش مع اختي او مع امي، فده احنا ممكن نشوفه، مش شرط يكون هيحصل دلوقتي او بعد شويه او بعد 5 دقائق او بعد، لا ده ممكن بعد سنين والله اعلم. فيا جماعه عشان بس الناس برضو ما تخافش وتقول لك لا ده انا مرعوبه، لا لا يا جماعه ملهاش علاقه، هي بتبقى بس ان انت بعد نظر من عند ربنا سبحانه وتعالى، ان الحاجه دي لما هتحصل ممكن يحصل فرقه في المكان ده، ان انا بيتي غير بيتك، مع ان ممكن نبقى زوج وزوجه، او اب وام، او اخت واختها كده. فبس سبحان الله تلاقي ده راح في حته وده راح في حته، وفي الاخر يا جماعه هي دي بيوتنا الحقيقيه، بيوت الاخره.